عايزين نعرف يا دكتور، اهملنا في ان احنا نسيب نفسنا وان لسه يحصل لها مشكله والكلام ده كله، ايه اضرارها بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه يعني مشاكل الاسنان كلها بتيجي من الاكل اللي بتحوش حوالين الاسنان، سواء كانت التهابات اللثه او كانت تتنسس الاسنان. فلو اي انسان مشي مظبوط على البروتوكول بتاع النظافه بتاعه الفرشه والخيط اللي بيستخدمه عشان ينظف بين الاسنان بتاعته، مش هيخلع سنانه ابدا ابدا ابدا. وغالبا هيبقى نادرا لما يحتاج يعمل علاجات في اسنانه، محتاج يروح لدكتور الاسنان كل سنه او كل 6 شهور، بس اذا كان في شويه جري ينظفهم، يعمل تشيك اب، لكن اكتر من كده غالبا مش هيبقى محتاج. يبقى ده اللي هيخليني اسال حضرتك يا دكتور في البدايه، ايه هي الام الاسنان؟ وبالذات في ناس بتفتكر ان ساعات الام الاسنان دي ما بتجيش من الجير، لكن هي بتبقى سبب اساسي كتر الجير اللي موجود على السن وكمان اتكون على اللثه، صح كده؟ هي الالام بتيجي من حاجه من اتنين، يا اما مشاكل في اللثه نتيجه ان الجير بيتكون فبيعمل التهابات في اللثه نتيجه الاكل اللي بيلزق في الجير، او الاكل اللي لازق في الاسنان فبيعمل التهابات. والالتهابات دي بتبتدي تدوب العظم اللي ماسك الاسنان، وبعد كده الاسنان دي تلاقيها بقت بتتلخلخ، وطبعا دي بتؤدي الى سقوط الاسنان، وخصوصا لو المريض ده كان عنده السكر. عنده السكر يعني الشخص مريض السكر يا دكتور يتابع موضوع الاسنان بشكل كبير جدا، محتاج اكتر في النظافه بتاعت اسنانه، محتاج يتابع احسن، محتاج يظبط السكر كويس قوي. تمام. طب حضرتك قلت البدايه خالص ممكن الشخص يحصل له الام بسبب شويه جير شويه التهابات في اللثه، ده يسبب له الام. احنا ساعات بقى الالام دي يا دكتور ما تفرقش، نقول ناخد لها مسكن مش عارفه ايه، والموضوع بقى يكبر يبقى في حاجات بقى خراج تحت اللثه وفي اللثه والكلام ده كله، وبيوصل لالام بقى للعصب والكلام ده. بعد كده بنضطر الطبيب يقول له لا انت لازم تخلع السنه دي عشان عامله لك مشاكل وواصله للعصب، ونخش بقى في مشاكل تانية، وينصحه ويقول له انت لازم في خلال مش عارفه وقت ايه تعمل زراعه. احنا طبعا بنهمل ونقول لا مفيش، بنضطر نخلع الاسنان يا فندم اذا اذا كان عندي ديوب عميقه وادت الى لخلخه السنان. ففي الحاله دي لازم بنخلعها، لكن مش بنخلعها على طول كده، لا لازم تسبب مشاكل اكبر. اكيد مش هنخلعها على طول اذا كانت ثابته في مكانها. تمام. الحاجه الاهم هو انه في تسويس لما بيوصل العصب، او السنه بتتكسر خالص، او بتبقى زي ما بنقول بادلي ديكيد، يعني الطربوش بتاعها ما بقاش نقدر نعمل عليه تركيبه او العيان يقدر ياكل عليه، فبنضطر نشيلها. واخد بالك؟ فاذا اهملناها في حاله لما يبقى عندي تسويس، ده ممكن يعمل خراج في العظم ويعمل لنا مشاكل كتيره، بعضها ممكن يبقى فيتال ومميت للمريض، يعني ممكن المريض يموت من خراج في ضرسه، ده وارد. وخصوصا من كتر الالام، مش من كتر الالام يا فندم، لما بيحصل انتشار للالتهابات والانفكشن اللي بيبقى موجود حوالين الاسنان، ده ممكن يعني ده ممكن يوصل للبرين، وممكن يوصل للشيست او للصدر، ممكن يخنق العيان. فما نستسهلش من التسوس بس. ايوه يا فندم، من الالتهابات اللي بتحصل في العظام تحت جذور الاسنان ممكن يحصل كده، وخصوصا لو العيان المناعه بتاعته ضعيفه لاي سبب من الاسباب، يعني عنده امراض مناعيه كامله، عنده امراض كتيره بتؤدي الى تثبيط المناعه، فده يؤدي الى ان هو ممكن فعلا تؤدي الى مشاكل قد تؤدي الى الوفاه. فعشان كده الحاجات دي لا يمكن اهمالها، ولازم تتعالج باسرع وقت. طب دكتور ليه دايما بنبقى قلقانين جدا بقى الناس اللي دايما يقول لك لا انا خلعت كذا سنه ورا بعض، ابتدى يحصل مش عارف اكل كويس، ابتدى السنان المتبقيه ما بتقفلش على بعض، بيحصل فعلا تغيير؟ اكيد في العظم وفي حضرتك الاسنان. العظم بتاع اللي ماسك الاسنان ده ما بيتكونش الا لما الاسنان بتتكون، والطفل لسه في بطن امه. بعد كده بمجرد ما المريض بيخلع الاسنان يبتدي العظم ده يدوب، وبعدين بيفضل في الاخر يعني عظام رفيعه جدا من قاعده الفك، دي طبعا ما بنقدرش لا نركب فيها ولا نعمل فيها اي حاجه. فعشان كده ملهاش علاج يا دكتور، يعني فاسرع وقت ممكن قبل ما تخلع الضرس لازم تفكر انت تعوضه ازاي، وتعويض اي سنه في الحقيقه
انا بعوضها مش عشان اعوض اللي انا فقدته بس، ده عشان كمان احافظ على اللي موجود. لانه لو خلعت درس او اتنين وسبتهم طبعا بيحصل تغييرات في اوضاع الاسنان، وده يؤدي الى ان اكل اكتر يتحوش، تسويس اكتر يحصل، يحصل مشاكل في عمليه المضغ كلها. ويحصل زي ما حضرتك قلت التهابات، والالتهابات تؤدي لمشاكل اكبر والكلام ده. الى جانب طبعا انه وخصوصا لو خلع عدد كبير من الاسنان يبتدي العظم يدوب، وده يؤدي الى تغييرات في شكل المريض. يعني ويبان ان هو كبير في السن او مشاكل في الشكل وفي الجمال بتاع الوجه. بالوجه بالظبط. فعلا يا دكتور ساعات بنلاحظ ان من قبل ما نشوف كده يعني المريض او قبل ما نشوف الشخص اللي احنا بنتكلم معاه، ساعات بنلاقي الحته الجزء اللي عند الاسنان او الفك الحته دي يعني بتبقى فيها كرمشه وفيها حاجات بالزبط. ده فعلا بسبب فقدان الاسنان بوقت طويل ادت لكده فعلا، بيأثر على الفكين وبيأثر على كمان العظم بتاع الوجه. مظبوط يا فندم، بعد خلع الاسنان يبتدي العظم يدوب. طب العظم ده هو والاسنان كانت عامله سبورت ومدعمه العضلات بتاعه الوش الجلد وكده، اول ما يخلعها تحسي بمجرد ما بيخلع الاسنان، لو خلع الاسنان كلها وخصوصا اللي قدام، تحس ان المريض كبر 20 سنه في يوم واحد. بمجرد ان يفقد على الاقل 2 سم من الارتفاع بين فالى جانب كمان طبعا بمجرد ما خلعنا الاسنان العظم يبتدي يدوب، وبالتالي العضلات تفقد الدعامه بتاعها او التدعيم بتاعها او السبورت بتاعها، يبتدي الجلد يكرمش ويبتدي العين يبان ان هو بقى سنه كبير، يبان شكله ساد او حزين. ايوه صح جدا بتحصل. خلينا نتكلم على شكل الوجه بيتغير ازاي وايه التعبيرات اللي ممكن تظهر عليه بدون اي داعي، وهو بسبب كل ده فقدانه لبعض الاسنان اللي عنده. معانا اتصال من استاذ عبد الله. الو استاذ عبد الله. وعليكم السلام استاذ عبد الله. الحمد لله تمام يا فندم. سؤالك للدكتور. نعم. داخل على 56 سنة. لا 56 ماشي. عندك كم سنة يا أستاذ عبد الله؟ 59 تمام. وزمان وزمان ما كانش فيه حشوة ولا كده، الدكتور لما كان بيعالج بس الدماغ كان يشرحهولي. معايا يا دكتور؟ كان زمان ما فيش حشو. الدكتور كان بيسمعني كان يقعد يقول المهم دلوقتي ما كان عندي في الأسنان. ألو. انت استاذ عبد الله انت بتكلمنا من الموبايل؟ ايوه. طب اقف في مكان فيه شبكه او اتكلم براحه شويه عشان بس الشبكه عندك بتقطع. بقول لحضرتك ان كان عندك مشكله ان في عندك تسوس ومفيش حشو، فللاسف فقدت الاسنان بعض من الاسنان صح؟ لا دروس يا فقدت الدروس. ها بعض الدروس. طب ودلوقتي كان عندي اي مشكله في الاسنان الاماميه فكر قوي، كان في بينهم وبين بعض مسافات، الفك اللي شوف من الاسنان الاماميه كان عندي مسافات تاكل جامد يعني والتهاب جامد. تمام تاكل جامد. يبقى انا رحت للدكتور براني كل الاسنان دي مرتب لي فوق منها طرابيش الجنبيه الاماميه كانت زيكوني والجانبيه كانت والجنوبيه كانت بورسلين. دلوقتي ممكن ممكن الاسنان دي ان انا مركبها قبل شويه عشان حاسس ان فيها زيادات الزيركونيوم دوت. نمره اثنين في دلوقتي بعض الاسنان بعض الاتجاه اللي ركبتها في مسافات بينها وبين الاسنان، وفي احيانا في مسافات بين الاسنان وبعضها فيها حل ولا لا؟ عندك اي سؤال يا دكتور خالد؟ واهتم بيهم ازاي؟ وشكرا. حاضر. عندك اي سؤال؟ بس استنى يا استاذ عبد الله ما تقفلش عشان لو الدكتور عنده سؤال. طب اول ما الدكتور عملها لك كانت في مسافات بين الترابيش وبعضها؟ لا ده لاحظ ولا دي ظهرت مؤخرا؟ ده مسافات بسيطه جدا. كانت ظاهره مسافات بسيطه ودلوقتي كبرت ولا من اول ما؟ لا هي بسيطه جدا، وفي ترابيش بينها وبين الناس مسافات. تمام. عندك اي سؤال تاني يا استاذ عبد الله؟ واهتم بيهم ازاي يعني؟ حاضر. وبالذات لو في مسافات. عندك اي سؤال يا دكتور؟ لا خلاص. شكرا لك يا استاذ عبد الله، السلام على حضرتك يا فندم. هو طبعا المسافه اللي ما بين اللثه والطرابيش اللي هو مركبها ده
بيحصل نتيجه انه اللثه بتنكمش من على الاسنان، وده امر طبيعي بيحصل حتى مع السن، تقدم في السن بتبتدي اللثه شويه تنكمش عليه، او نتيجه الطريقه بتاعه غسيل الاسنان ممكن يكون بيزق اللثه من على الاسنان وهو بيغسلها بالفرشه. يعني بيستخدم فرشه هارد يعني قويه؟ اولا ممكن يكون بيستخدم فرشه هارد، الطريقه نفسها في ناس بتغسل الفكين مع بعضهم، بيقفل سنانه كده ايوه ويبتدي ايه يعمل يزق اللثه من على الاسنان. ده غلط، ده غلط. المفروض بنغسل الفك فك وكان احنا بنكنس ما بين الاسنان، يعني بناخد من اللثه وننزل على الاسنان عشان ما نزقش اللثه من على الاسنان، او نتيجه التهابات مزمنه في اللثه نتيجه الاكل بيتحوش، فبرضه ده بيعمل ان اللثه بتبتدي تنكمش من على الاسنان. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه بالنسبه له بيقول في فراغات صغيره، اول حاجه طبعا الفرشه عندنا لازم طالما الامور كده لازم بعد كل اكل. الخيط ما بين الاسنان لازم يبتدي يستعملها كويس قوي، ما يبقاش في اي اكل خالص حوالين الاسنان. وطالما انت حضرتك عامل تركيبات يا ريت تجيب جهاز اللي هو الووتر جيت او الووتر بيك، ده بيدفع الميه بسرعه عاليه فبينظف اي اكل حوالين الاسنان. وده ينفع نستخدمه، احنا كنا بنستخدمه دكتور في العيادات يعني في لا مش في العيادات يا فندم، دلوقتي ممكن نستخدمها لو بتاع القوي ده ايوه اللي بيضخ الميه بسرعه ده، وخصوصا الناس اللي بتبقى عامله تركيبات دول ليهم حلو لازم يستخدمه عشان تحت الكباري والحاجات دي لازم يستخدم الجهاز ده. ما هو بيقول في مسافات يا دكتور بين الطربوش والتاني وبين الطربوش واللثه، ما هو بين الطربوش واللثه زي ما قلنا نتيجه انكماش اللثه، احيانا يحصل فراغات ما بين الاسنان وبعضها، وده حتى في السنان الطبيعيه ممكن تحصل بالزبط. لانه السنان اصلا احنا متخيلين ان هي بتبقى ثابته في العظم، لا السنان بتتحرك جوه العظم واحنا بناكل، فنتيجه الاحتكاك بين السنان وبعضها بيحصل شويه فراغات، ده امر طبيعي وامر وارد، فلازم يستخدم الخيط على طول ما بين الاسنان وبعضها بعد كل اكل، وخصوصا مع الناس اللي عامله تركيبات. حضرتك يا دكتور اشرت النقطة مهمة جدا، ودي برضو سبب مشكلة احنا اللي ساعات بندخل فيها، يعني زي الفراغات احنا ساعات يا دكتور بنستخدم اللي هي الحاجات الخشبية وبندخلها، او في بعض الاشخاص يا دكتور ساعات بيستخدموا المفاتيح في تسميك اسنانهم او الحاجات الحادة، فللأسف ينجوا يشتكوا ويقولوا لا احنا في فراغات كبيره جدا اتعملت بين السنه والسنه في اللثه، ودي اسبابها ايه؟ انت ما انت اللي انت عملتها في نفسك يعني بالظبط كده يا فندم. التوس بيكس والحاجات دي مش صح ابدا هنستخدمها، لكن بنستخدم الخيط ويبقى عارف الطريقه، والدكتور لازم يوريها له الطريقه المظبوطه لاستعمال الخيوط. طب دكتور معانا اتصال من استاذه ماجده. الو يا استاذه ماجده. ايوه ممكن نكلم الدكتور؟ طبعا اتفضلي. شكرا. انا لسه مولعه التلفزيون فبسال الدكتور بالنسبه لزرع الاسنان، يعني انا اسمع ان التركيبات الثابته او المتحركه كلاهما مش حلوين، انتوا بتفضلوا الزرع والزرعه غاليه، ف انت بتاخدي الاسئله بتاعتي يا دكتور يا استاذه ماجده. نعم. انا كنت هسال السؤال ده يعني انت عشان انها مكلفه يعني بتاخدي اسئلتي. هي تمام. يعني ايه الحل؟ او لو في حل مثلا بالنسبه للثابته يقول لنا مثلا ايه العيوب والمدار، وبالنسبه للزرع الدروس والاسنان مثلا انا بقالي 4 5 3 سنين يعني بقالي كام سنه فتره يعني والمكان الضرس فاضي، يكلمنا برضو عن موضوع العظم، بيقولوا بيقيسوا العظم قبل الزرع بيشوفوا الكثافه، يعني يا ريت هنتكلم بشكل يعني تفصيلي اكتر يا استاذه ماجده. حاضر احنا لسه في بدايه الحلقه. حاضر. فمعلش انا لسه فاتحه لا ولا يهمك. لا احنا كنا لسه هنتكلم في النقاط دي عشان النقاط دي مهمه قوي. اشكرك. عندك اي سؤال تاني؟ لا اشكرك. شكرا جزيلا لحضرتك. فعلا اشارت لنقط مهمه جدا وكان هو ده اللي احنا هنسال عنه بصراحه. اولا مقارنه بين الزراعه وما بين اي طريقه اخرى عشان نعوض الاسنان اللي فقدناها فرق كبير جدا. اول حاجه المتحركه نقدر نسميها هي وسيله لخلع بقيه الاسنان. المتحركه هي بالظبط كده، هي حضرتك صريح جدا يا دكتور، عماله تطلع وتنزل وتحك في الاسنان وتزق فيها وتزق في اللثه اللي ماسكه حوالين او في اللي هي في الفراغات اللي احنا معوضينها دي،
فبالتالي بنفقد اللي جنب الاثنين اللي جنبها على طول وهكذا انه اندد اب ان احنا نخلع كل الاسنان. تمام. لو جينا قارناها بالاسنان او بالحاجات الثابته، انا مضطر عشان اعمل اعوض سنه لازم ابرد السنتين اللي حواليها عشان اقدر اعمل كوبري ثابت. طبعا ده بضطر ان انا ابرد سنان سليمه. يعني ماشي لو السنتين اللي حوالين الضرس المخلوع او السنه المخلوعه ما اعمل لهم علاج عصب وانا كده كده لازم هعمل لها طربوش عشان احميها، اقدر اعمل كوبري ما فيش اي مشكله، لكن سنتين سلام ده يعني. طب تأثير ده يا دكتور خطأ. يعني مش مستحب ان احنا نبرد سنان. طب امال هيبقى البديل ايه؟ زراعه؟ البديل هو الزراعه. ما هي قال انه لما هنتكلم على على التكلفه والكلام ده كله. الزراعه اهم مميزاتها انها بتحافظ على العظم بتاع الفك نفسه، وبالتالي المشاكل اللي كنا بنقول عليها بعد ما بنخلع الاسنان انه بيحصل ذوبان للعظم بسرعه جدا ويؤدي الى مشاكل كبيره في شكل الفك في شكل الوجه بصفه عامه، فاحنا بالتالي بنحافظ وده الاهم ان احنا بنحافظ على عظام الفك. نيجي بقى لموضوع التكلفه. أيوة. يا فعلا الى طب حد خلينا كبير نأجل موضوع التكلفه وناخد اتصال من استاذ احمد عشان بقاله فتره. اتفضل. الو استاذ احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. انا احييك واحيي الدكتور. اشكرك شكرا جزيلا. اتفضل. ما يا دكتور كنت عايز اساله، بس انا دلوقتي عامل عندي ضغط وسكر وعامل قلب مفتوح، عندي مشكله ان الفك السؤال ده كل السنين يعني الكفاف معظمها كتر. وانا دلوقتي هل التأكيد ده لازم اشيل البدون؟ سؤال حلو قوي. تمام. دي حاجه. وفي نفس الوقت الموضوع طبعا مكلم جميل فالامكانيات مش هتسمح للكلام ده، فانا مش عارف اعمل ايه. رحت ميتا طلع في قصر العين كده، بصراحه ما لقيتش فيه يعني اهتمام ولا اي حاجه وتعب. عندك اي سؤال ثاني يا استاذ احمد؟ حاضر هنجاوبك. عندك اي سؤال؟ بسال عاوز مثلا يعني انا عاوز اعمل سناني بس يعني ما يبقاش مكلفه قوي عليا. حاضر هنجاوبك. ومعلش في سؤال ثاني معلش. اتفضل. وهنقول لك الجايه اللي انت تتوجه ليها، ما احنا القصر هنا طبعا. لا الموضوع ده والله يا فندم بيتعبني جدا. اتفضل. الو سامعينك يا فندم. سامعينك يا استاذ احمد. انا عندي حضرتك بنتي عندها 7 سنين الكلام ده من حوالي بتاع اسبوعين. ابص الاقي سنانها حضرتك كلها بايديها كده بتتحرك كلها عايمه. بتتلخلخ يعني؟ معظم سنانها لدرجه انه في اسبوع واحد اتخلع منها حوالي 4 سنان. تمام. 7 سنين؟ 7 سنين. ماشي. عندك اي سؤال ثاني؟ حاضر. السؤال ده والثاني وبس. حاضر. ما يكونش مكلف عليا. حاضر. ألف سلامة على بنت حضرتك وعلى حضرتك وهنجاوبك وشكرا لاتصالك. دكتور حابب أستاذ أحمد الأول بعد كده بنته ولا حابب بنته الأول؟ اللي هي 7 سنين. بالنسبة لبنته يعني يستحسن حد متخصص في طب أسنان الأطفال يشوفه. لأن ممكن تكون السنان اللي بتتخلع دي هي بيقول خلع 4 سنان في يوم واحد. طب ما هو ده والأغلبية بتتحرك. ما هو ده امر طبيعي لانه ده وقت التبديل بتاع الاسنان الاماميه. فده ممكن يكون ده العادي. اما قصه ان هو بيقول انها كلها ممكن تكون بتتلخلخ، ده ممكن يكون بقى اسباب اخرى زي الجيفونايل بيردونتايتس او حاجات من هذا القبيل، يعني يستحسن لازم يعني ممكن يكون في امراض ثانيه بس تصيب ممكن بالنسبه للاطفال. بس مش في السن ده، مش 7 سنين. بس الاحسن يتوجه غالبا الكلام اللي هو بيتكلم عليه ده غالبا هيكون تغيير الاسنان العاديه. تغيير الاسنان العاديه. طب نرجع بقى لسؤال الاستاذ احمد نفسه اللي هو كان بيتكلم على ان هو مريض ضغط وسكر. مريض ضغط وسكر. اولا الامراض دي ما بتمنعش ان احنا نعمل زراعه للاسنان. وانس ان احنا عملنا لها كنترول كويس خلاص، مريض السكر بياخد الادويه بتاعته وكنترول ده السكر بتاعه طبيعي والتراكمي بتاعه بقى طبيعي، خلاص بقى انسان طبيعي. وكذلك الضغط ما عندناش اي مشكله خالص. بس يمكن هو عمل عمليه قلب مفتوح عشان كده. وحتى لو عمل عمليه قلب مفتوح يا فندم بيبقوا غالبا بياخدوا ادويه سيوله وحاجات زي كده، بنقدر نوقفها لفتره معينه وبناخد ليها بديل وبنقدر نتعامل، يعني ما فيش اي مشكله. ونعمل الزراعه بشكل عام. ونعمل الزراعه وكل حاجه. هو بيسال على التكلفة. موضوع على موضوع الجذور. او الجذور. طبعا الجذور لو عامله التهابات وحاجات زي كده طبعا لازم تتشال.
لانه هو دلوقتي بيتكلم في السكر يعني مناعته ضعيفه، فممكن نفاجئ ان في التهابات قويه جدا تبقى ضاره زي ما احنا كنا لسه بنقول. بالنسبه ل هو مش يعني مش ممنوع عليه الزراعه خالص، بس يعمل كنترول للامراض اللي بنتكلم فيها دي. يعني يظبط ضغط يظبط سكر تمام، مفيش اي مشكله خالص. احنا بالنسبه للتكليف احنا عندنا برنامج ماجستير لزراعه الاسنان في القصر العيني، وبنعمل الحالات مجاني كلها. يعني يروح يسال يا دكتور موجود عندنا برنامج لزراعه الاسنان، الطلبه بتوع الماجستير كلهم بياخدوا حالات فري خالص وبيعملوا لهم زراعه وتكليف. في ناس هتقعد تقول لك طب انا لسه تلميذ لسه بيتمرن. لا هو مش تلميذ، ده بتاع بياخد ماجستير. بياخد ماجستير. يعني خلاص وعليه اساتذه مشرفين بالظبط. انا شخصيا كنت مشرف مع الطلبه دول في وقت من الاوقات. فدي حاجه تطمنك يا استاذ احمد. الطالب ما بيشتغلش كمان لوحده، وده طالب ماجستير ماهوش طالب لسه صغير يعني لسه ما اتخرجش بالظبط. الطلبه عندهم خبره كويسه، معاهم ناس اساتذه متخصصين كمان في زراعه الاسنان. ما يقلقش وروحه، ده كله بالمجانا. عندنا برنامج في الجامعات كلها اكيد فيها برامج لزراعه الاسنان. عندنا انا بدرس برضه في جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا، عندنا برنامج وزماله لزراعه الاسنان برضه فور فري، فيقدر يتوجه لاي مكان في الاماكن دي ويهتموا بيه ان شاء الله ويعملوا زراعه باذن الله. ده ردا على سؤال الاستاذ احمد ان هو التكلفه عاليه، حتى الاستاذه اللي اتكلمت قبل منه على موضوع التكلفه استاذه ماجده. الاستاذه ماجده معانا اتصال استاذ محمد. الو استاذ محمد. الو مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. الله يخليك، وهكلم بعد اذن حضرتك الدكتور. اتفضل اتفضل. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم. بعد اذن حضرتك انا بدات في الزرع الاثنين بقالي اكثر من سنه. كويس. لان كل فتره بعمل مرحله ومرحله ومرحله، فكان في مرحله اللي فوق اللي في القمر تدري وسكت ومش وكانت ممتازه وكانت محتاجه زراعه عظم. فزرعنا العظم والدكتور كان مريحني جدا 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 وارتحت وفرق وفي السنان عملت برضه ما كانش دي مشاكل. كويس. وفي الجانب التاني التحتاني بقى يا فندم، ده انا بقالي اسبوعين يعني حط الزرعه وقفل عليها، وبعدين بعد ما مشيت انا كل مره ببقى برتاح ومفيش مشاكل، انا فوجئت ان البنج حتى الان بقاله اسبوعين ما طاحش من نص شفتي كده بنص دقني في المكان اللي فانا قلقان جدا. خدت طبعا مضادات حيويه قويه مش عايز اذكر اسمها وحاجات للالتهاب والالم خدت شويه، فانا قلقان جدا ازاي البنج يقعد اكثر من اسبوعين وعامل لي ايه كده في جنب عند ناحيه الرقبه الاسبين بس رقبه واحده عامل لي فيها اوفر دوز كده. فانا بستاذن سيادتك الحاجه دي هل هي ورده؟ يعني ممكن الواحد يا حياتي ياخد البنج ويأثر عليه كده ولا لا؟ افندم؟ هل البنج بيأثر التأثير دوت وبيقعد لمدة أسبوعين ولا لا صح؟ ما أنا يا فندم عملت قبل كده كتير. ما أيوه. آخد يا فندم بس ثانية واحدة، آخد يا دكتور البنج ويشتغل لي الدكتور وكل حاجة وآجي بعديها مثلا فترة يفك الدم وبعدين بعديها فترة يزرع ومفيش مشاكل خالص. المرة دي بقى أنا مش عارف إيه الحالة دي، أنا خايف تكون إيه مثلا استاذ يفت عليا أو مش أنا قلقان يعني في الحالة دي. عاملة البنج بدال يعني أنا بمسك شفتي وأدوس عليها قوي مش حاسس بيها، لو جبت ستينة أقطعها ومش حاسس بيها. وأسبوعين دلوقتي بالظبط يا دكتور. أيوة. من الخميس اللي قبل اللي فات قلت البنج يعني، فأنا بستأذن سيادتك. حاضر. علما. حاضر. بان انا رحت للدكتور المعالج وانا يعني الراجل محترم جدا ومعروف، بس قال لي ده يعني
فترة وتعدي. فأستأذن سيادتك أعرف ال طيب. أي سؤال مني قبل ما أسأل؟ أيوة أقول. كنت عايز أسأل حضرتك الدكتور وهو بيزرع لك في الفك اللي تحت كان عامل لك جراحة وفاتح يعني؟ اه ما بالجراحة يا فندم. الزرعة ثاني منطقة. أنا الأول كنت ماشي بحكاية البرشل ولكن لقيت إن الحل في الراحة يعني. لا ماشي خلاص ما فيش مشكلة يا فندم. فأنا الزرعة أحسن. خاصة أنا كبير في السن يعني. أنا عندي 79 سنة. ربنا يديك الصحه. الله يخليك. لا انا بس سؤال كبير ولا حضرتك محمد ربنا يبارك في عمرك. حضرتك الزرعه اللي انت حضرتك عملتها دي يا فندم في اني منطقه بالظبط؟ الزرعه تحت يمين. ايوه في اني منطقه بقى؟ في الاخر. في الاخر تمام. تمام. طب بص حضرتك يا فندم عندك اي سؤال يا دكتور؟ برضو السؤال حضرتك بمجرد لما خدت والدكتور بيدي لك حقنه البنج حسيت بتنميل في ثانيتها على طول ولا بعد شوية كده نملت؟ هو في الحقيقة بيعمل لي قبليها. أنا فاهم. بحط لك تخدير موضعي موفق وبعديها بخمس عشر دقايق يحط الإبرة. كل مرة بيعمل كده ما بحسش بحاجة خالص. تمام. حتى يعني بيعمل ديب يعني بعمق ال اللثه بس بقول لك المره دي بقى انا زرعت برضه زرعت عظم قبل قبل ما يطلع السنان. يعني انا زارع عظم. تمام. عشان العظم كان ممحي بحكم السن او بحكم بصمات الزمن يعني. تمام يا فندم. ربنا يديك الصحة يا رب. ربنا يخليك. ردا على سؤال حضرتك يا فندم. طب هو كده خلاص ما فيش اسئله. طب ممكن تسمعنا من التلفزيون يا استاذ محمد؟ دكتور الف خير وشكرا. شكرا والف سلامه لحضرتك. ربنا يطمنا عليك ان شاء الله والدكتور هيطمنك. شكرا اتصالك يا استاذ محمد. ردا على سؤال الاستاذ عنده تنميل في الشفه ودقنه نتيجه بعد ما حصل الزراعه. دي لها ثلاث اسباب. السبب الاولاني انه الدكتور وهو بيدي له حقنه البنج فالابره يعني جت في العصب نشن على العصب او هو جاء حظه كده وجت في الابره فيه. وساعات وده بيبقى غصب عن الدكتور يعني وده بيبقى يعني نسبته قليله شويه. ساعات واحنا بندي حقنه البنج البيفل بتاع الابره بيتني شويه فاحنا طالعين ممكن نعور العصب شويه. السبب الثاني وده يمكن اعتقد انه هيبقى يعني اكتر شويه ان ممكن يكون الزرعه نفسها يعني نزلت اكتر من اللازم شويه فضغطت على العصب. السبب الثالث انه يكون الدكتور كان فاتح له عامل جراحه وفاتح قوي وجه عند العصب وهو اللي هو العصب اللي بيطلع يغذينا الشفه والدقن وهو طالع من مكانه فممكن يكون العصب اتعور ولو ان دي برضه يعني نسبتها اقل يعني. فغالبا انه هيبقى حاجه بقى يعني اكتر من اثنين يا اما الابره يا اما الزرعه نفسها ضغط على العصب. نعرف كده ازاي؟ بمجرد ما يعمل اشعه مخروطيه على على الزرعه والعظم هيعرف بالظبط فعلا الزرعه ضاغطه على العصب ولا لا. وفي اسرع وقت لازم يروح للدكتور يعمل له الاشعه واذا كانت ضاغطه على العصب لازم يفك شويه الرابطه بتاعت او يشيلها يا اما اذا كان يريحها شويه او يشيلها بالزبط. علشان هي ديت اللي عامله له التنميل او الالام بالظبط فهو ده الحل الامثل. يعمل اشعه الاول عشان نقدر نهفته. اشعه مخروطيه اسمها كوم بيم سي تي. طب يا ريت استاذ محمد يكون سمعنا ويعمل اشعه عشان يطمن وكمان مع الدكتور بتاعه على طول اكيد المعالج وهو بيقول لك الدكتور شاطر جدا وما بيشتكيش. تمام. واكيد الدكتور برضه بيبقى عامل يعني عامل الاشعه عاديا لان احنا لازم نكون عاملين الاشعه المخروطيه دي قبل اي زراعه عشان نشوف الطول قد ايه العرض قد ايه الكثافه بتاع العظم قد ايه ودي مهمه جدا عشان نحط اي زرعه. طب دكتور معانا اتصال من استاذ محمد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ محمد. ايوه يا فندم. ايوه اتفضل سؤالك للدكتور. انا مركب تسجيل عضويه حضرتك
وبعدين بيطلع مني لان في فحص اسنان طبيعيه، فالتركيبه من منطقه يعني باكل لقمه اللي بتقع، فبسال الدكتور قال لي عشان الناحيه الشمال مش فيها اسنان فيقع رجلي تضرب في الاثنين عشان تزيد عليهم. عشان اللثه الشمال مالها يا استاذ محمد؟ حضرتك التركيبه العلويه يمكن هو الدكتور بتقع مني لما باكل بتقع. التركيبه بتاعتها بتقع وما بتقع ما بتحسش بيها انها وقعت. لا انا باكل اللقمه دي هي انا هي رد عندي دلوقتي بس لما باكل بتقع مني. فبس كلها تركيبه كامله الفك كامل؟ تركيبه الفك كامل ولا جزء من ال كامله؟ كامله يا فندم. مفيش اسنان فوق خالص. مفيش اسنان فوق خالص. لما بتقع بيقول لي الناحيه الشمال الناحيه السفليه في اسنان مخلوعه منه، فلازم تبلغ 2 3 عشان يسند عليها. اه يعني عشان يسند عليهم بقيه الطقم. طب عندك اي سؤال تاني يا استاذ محمد؟ لا شكرا يا فندم، شكرا. الف سلامه لحضرتك وشكرا لاتصالك. دكتور هو غالبا برضو خلع اسنانه كلها وحصل انه العظم اللي هو المفروض بيمسك الطقم بالظبط فبقى محتاج حاجه كمان تساعد عشان تمسك الطقم. ممكن يحط زرعتين او 4 زرعات يكون احسن عشان تصبر الطقم ده بالظبط كده. طب والعظم يا دكتور اللي اتاثر دوت، ما هو كده العظم اتاثر هيبقى فيه مشكله، وزي ما حضرتك بتقول هيأثر فيما بعد حتى كمان على فك وشكل الوجه. بالظبط كده، ما هو عشان كده هو راكب طقم. ايوه طب ما هو الطقم برضه اثر. الطقم بيقع. الطقم بيقع فمحتاج حاجه عشان تساعد انه يمسك. طب حضرتك قلت ان العظم كمان اتاثر. بالظبط كده. طب ما كده، طب ما هو هيعمل بقى كمان تكملة للعظم. مش محتاج ان هو يزرع كل الاسنان فوق، ده هو بمجرد بس ما يزرع زرعتين او اربع. وهيزرع عظم كمان صح؟ ممكن يزرع عظم او على حسب الاشعه بتاعته والدكتور المتابع معاه هيشوف الاماكن اللي فيها عظم فين، محتاج يزرع عظم او لا. تفاصيل كتيره لازم الدكتور طبعا يشوفها ويشوف الاشعات بتاعته. معانا اتصال من استاذه نور. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام استاذه نور. ايوه اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. لو سمحت ممكن اكلمك؟ طبعا. انا بشتكي من لساني مش شقه، كل ما اكل اي حاجه فيها حديد، سبانخ، مسنجان، اي حاجه الاقي لساني الشقه اكتر وبقى يتعبني، فمش عارفه اتعامل معاه خالص بصراحه، او اكل او اشرب اي حاجه. يعني مش يعني انت اللثه لسانك اوريدي متشقق. طب انت جالك دور يعني هي بسبب التشقق بتاعه ده بسبب ايه؟ بقى له فتره يعني ولا لا؟ هو بقى له يجي سنوي وبيزيد مع الاكل الحديد. ده كلنا يا فندم اللسان الطبيعي بيبقى فيه تشقق، فيه تشققات بس يعني في حد قريبها او حاجه جاله مثلا ورم ولا حاجه في اللسان عشان كده هي مهتمه. انت على الاقل انت سمعتي اي حاجه؟ ما هي بتقول في الام يا دكتور لما بتيجي تاكل بس الاكل السبانخ او الاكل اللي فيه الحديد بالذات الوجع بيزيد في لسانها. حضرتك بتنظفي لسانك كويس يا فندم؟ ايوه بتحسي ان هو متقطع كده، لسان تحسي ان هو متقطع. من الجوانب ولا من النص ولا من فين؟ لا من النص، من اول جوه الحاجة الحرف. من جوه. طب عندك اي سؤال ليها يا دكتور؟ لا ما انا بتكلم. طب اللون اللسان ايه؟ لون لسان حضرتك ايه؟ حضرتك سامعني يا استاذ؟ لونه روز طبيعي. اللون طبيعي؟ لونه طبيعي. روز احمر كده. مفيش اي حاجه مثلا تبان ان فيها قرح؟ مفيش حاجه؟ لا القرح دي بتبان بقى اثناء الاكل، اما كنت باكل اكل سخن او اكل زي ما قلت لك فيه حديد. طب الاكل السخن ده او بيظهر قرح بعدين؟ لا بيظهر التقطيع ده بيزيد. يعني دي القرح بتزيد ولا هنا فيش قرح اساسا؟ يعني في تحسي ان كده حبوب او في حاجات ورمه شويه طالعه؟ لا هي بس الفتحات دي بتبقى زايده، يعني بتبقى فتحه بسيطه، اول ما اكل الحاجات السخنه بلاقي الفتحه زادت. يا فندم ده شيء طبيعي، ده شكل طبيعي يا استاذه نور. ما تاخديش في بالك. ما بقدرش ناكل او اشرب. بتقول لك بتحس بالام لدرجه انها ما بتقدرش ولا بتاكل ولا بتشرب. اكيد في قرح. يبقى كده في قرح. اكيد يبقى لازم حضرتك يعني تشوفي حضرتك دكتور او تجي لنا القصر العيني او كده بحيث ان احنا نكشف عليها ونشوف اذا كان في مشاكل، في قرح موجوده نقدر نشوفه، اما طبعا بالوصف كده هيبقى صعب ان احنا نقدر
يعني نتوقع يا ريت حضرتك زي ما الدكتور نصح حضرتك تتوجهي لاقرب طبيب او تروحي للدكتور هو موجود في القصر يعني ممكن بالظبط ان هو يتابع مع حضرتك ويكشف الكشف هيوضح اكتر لكن الصوره حضرتك بتقوليها هو مش واضحه بالنسبه له. طب هو موجود امتى طيب في القصر العيني الايام؟ طب بصي ممكن تبقى ترجع لي الكنترول بقى معلش عشان خاطري يعني هم هيدوكي رقم الدكتور وهيقولوا لك التفاصيل. خلاص ماشي ما تقفليش ارجعي للكنترول. شكرا لك يا استاذه نور. دكتور هو وارد انه فعلا يحصل كده؟ طبعا يا فندم. ده بيبقى في ناس عندها اللسان اكتر حته في البق بيجي فيها اورام وبيجي فيها حاجات. ياه. ايوه. وللاسف بتبقى يعني في ناس كتيره بتبقى حد قريبهم حد مش عارف عايشين معاهم جالهم مثلا لا قدر الله ورم او حاجه في اللسان فبيبقوا اوير بزياده وبيبقوا قلقانين وخايفين بزياده. بالظبط كده وانا شفت حالات كده وان شاء الله قدر الله ما يكونش ده عندها يعني بس احنا عايزين نطمنها. بالظبط يا دكتور. لكن ده ممكن وارد انه يحصل وبيحصل فعلا التقرحات دي ولا التقرحات دي عاديه؟ في حاجات لا في حاجات ثانيه كتيره بتسبب تقرحات يعني تقرحات غير الاورام بتيجي في اللسان غير الاورام كتيره اكتر من الاورام يعني لكن اللسان وارد ان يحصل فيه اورام للاسف خبيثه اورام خبيثه بس دي بيبقى ليها مثلا اسباب كتيره جدا يا فندم منها التدخين منها الكحوليات منها حاجات خشنه او شرب في الاسنان ليها اسباب كتيره جدا ضعف مناعه لاي سبب الشخص اساسا عنده ضعف مناعه عنده امراض مناعيه عملت ضعف في المناعه ادى ان المنطقه دي ممكن تتاثر باي حاجه دي او غيرها او في العموم بالظبط يعني. في اي اجزاء من لكن بالنسبه للسان او الفم بصفه عامه في طبعا الحاجات الحريفه الحاجات الكحوليات التدخين الحاجات الشطه يا دكتور القويه قوي دي عشان طبعا برضو ممكن قد ممكن تؤدي للسرطانات في الناس المدمنه الشطه بالظبط دي تعمل مشكله دكتور في اللسان ممكن طب دكتور نرجع تاني لموضوع بقى الطرابيش وموضوع الزراعه وموضوع الكلام المهم ده اللي يهم المشاهد برضو بيبقى عايز يطمن وبالذات احنا كنا بنتكلم انها برضو تكلفتها مش قليله بتبقى تكلفه كبيره ده بالنسبه للزراعه ولا الطرابيش؟ لا الزراعه لكن احنا بنتكلم بقى حضرتك بتقول ان الطرابيش احنا ساعات لو في مسافات عشان هو ده كنا قبل ما ناخد الاتصالات لو في مسافات بين مثلا السنه والسنه وعايزين نعمل طربوش او عايزين نعمل كوبري او الكلام ده كله في ناس بقى تقول لا بعدين اصل دي مؤلمه اصل دي مش عارفه بتوجع ده مخاطرها ايه يا دكتور على بقى نفسها على العظم نفسه طالما في فراغات ما بين الاسنان وبتحوش اكل يبقى الاسنان معرضه ان يحصل فيها تسوس وطالما السنان سوزت وما تحشيتش بسرعه يبقى هنضطر نوصل للعصب وبعد كده يحصل الالتهابات اللي في العظم اللي احنا اتكلمنا عليها او هنضطر نخلع السنه وهكذا فعلى قد ما بنقدر طبعا بننظف كويس جدا جدا ما بين الاسنان وبعضها وده هيكون باستخدام الخيوط وبعدين دايما الكشف السنوي او النصف سنوي عشان نشوف اي تسويسات ابتدت يبقى بنلحقها بدري قبل ما نوصل للعصب ونخش في المشاكل دي ودايما انا بقول انه الوقايه يعني خير من العلاج وكمان ارخص من العلاج طبعا طب دكتور معانا اتصال من الاستاذه حنان الو الو السلام وعليكم السلام يا فندم ممكن اكلم طبعا اتفضلي يا فندم انا من شهر كده علاقتي بالدم تمام فبعد ما حلقت الدم بعديها 20 يوم او 25 يوم حسيت بحاجه في اللثه بحاجه في اللثه؟ لقيتي ايه يا استاذه حنان؟ لقيتي ايه؟ لقيتي ايه في اللثه؟ حته صغيره خالص جلده؟ عظمه ولا جلده؟ لا حته من الضرس نفسه حته صغيره حته من الضرس نفسه بس كده برضه حسيت بألم رحت كشفت على الدكتور تاني رحت الدكتوره كان بيجيبني بنج موضعي وبعد كده بنج البنج فقالت لي لا في حته من الضرس تاني في حته من الضرس لسه موجوده ما اتشالتش فبعد كده
فقعدت وهي كده بتفتح لغايه ما وصلت لعظم للفك، ولا حاسه بألم جامد وألم فظيع لغايه دلوقتي. راحت ادتني تقريبا مطحيش على المضمضتي، امشي على المضاد الحيوي. امشي على المضمضه وعلى المضاد الحيوي، الا لما خلصت المضمضه حاسه كل العظم بتاع. طب هي قالت لك المفروض ترجع لها امتى يا استاذ حنان؟ يعني هي بعد ما عملت شالت الحته الضرس اللي كان مكسور ومتبقيه، قالت لك ارجعي لها امتى؟ قالت لي ارجعي لي بعد 5 6 ايام بعد ما خلصت المضاد الحيوي. طيب انت ما رجعتلهاش صح؟ لا انا رحت لقيت قالوا هي استعجلت شويه المعمل وقالوا لي ان الالم بقى في الفخذ لسه جامد، وفي الدرسين اللي جنب اللي اتخلعوا حاسه بألم فظيع، نفس لسه من تحت العظم بتاعت من تحت ألم فظيع، حاسه بألم فظيعة في بقية حتى كمان الأسنان المجاورة للضرس اللي اتخلع. أيوه فتعبانة منه ومش عارفة بقى أعمل إيه. حاضر الدكتور هيجاوبك، عندك أي سؤال ليها يا دكتور؟ شكرا. ألف سلامة حضرتك يا أستاذة حنان، شكرا لاتصالك. هي المفروض ترجع عملت خلعت الاول وبعدين بتقول انه الدكتوره الثانيه عملت لها اشعه قالت لها لا ده في جدر موجود شالته لها فيها شويه الم، طبيعي بعد اي جراحه بيبقى في شويه الم، واخد بال حضرتك؟ ف وخصوصا اكيد طبعا هي فتحت وخيطت وحاجات زي كده، فده امر طبيعي بيبقى في شويه الم بعد الجراحه. الألم اللي بتحس بيه في أسنانها اللي جنبيها ده بيبقى بتسمع طبعا في المنطقة كلها، لكن أنا بنصحها يعني شيء طبيعي يعني بقية الأسنان اللي هي جنب يعني ممكن يكون تسمع في الأسنان اللي جنبيها. أنصحها أنها طبعا لازم تروح للدكتورة بتاعتها وتكشف عليها، لأن ممكن يكون في شوية التهابات بعد الجراحة، ما هو مش شرط ان الامور بتمشي يعني، ومش شرط ان المضاد الحيوي يجيب نتيجه بالظبط يعني. والمضاد الحيوي اللي بتاخده يا دكتور بالظبط كده ممكن الدكتوره تكون كاتبه لها على مثلا مضمضه تعمل نظافه للجرح بشكل معين، هي ما بتعملش الكلام ده كله، طبعا لازم الدكتوره تبص عليها او تشوفها. يمكن وارد يكون الجرح اتلوث مثلا. نقطه برضه يا جماعه احنا عايزين نقول حاجه برضه مهمه، احنا ما بنعالجش عيان بتليفون، احنا بنقول انه نتكلم فيها يعني مبادئ عامه وحاجات زي كده، اما الحالات الخاصه طبعا لازم نبص عليها او نشوفها اكيد لانه احنا ما نقدرش نعالج الا لما نحط خطه علاج، ما نقدرش نحط خطه علاج الا لما نشخص، وعشان نشخص لازم ناخد التاريخ المرضي للحاله ولازم نكشف عليها، ولازم اذا كنا محتاجين لها اشعاعات او غيره بنعملها عشان نقدر نعمل تشخيص نهائي نبني عليها خطه علاج اكيد. طب دكتور معانا اتصال استاذ اشرف. الو يا دكتور بالنسبه السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. ده بالنسبه للترتيبات التليفون يا دكتور. ايوه يا فندم. لو فيها جهاز ضد التليفون ولا ما ينفعش؟ لو فيها ايه يا فندم؟ لو فيها جهاز يعني تحس ان زياده يعني تعبانه يعني الدكتور يطلب مني ان انا ينفع ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش ليه؟ ينفع. بيفك التركيبه تاني وبيرجع يبرد منها. هي هو لزقها لزق نهائي يعني وصعب يشيلها؟ لا. ولا هي لسه لسه متركبه؟ عليت شويه وعايزه تبتدي ينفع تبتدي؟ عليت شويه؟ عليت ازاي يا فندم؟ لكن لو كانت عاليه وهو لزقها لزق مؤقت يقدر يشيلها تاني ويبرد. لزق نهائي. لزق نهائي وصعب تتشال. لا ما فيهاش مشكله. نعم يا فندم؟ ينفع يا فندم. ينفع يا فندم يبردها ويظبط لك القفله بتاعتك كويس وبعدين يلمعها عادي جدا ما فيش مشكله. لا 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 ما فيش حاجه خالص. ما فيهاش معدن يا فندم. الزركونيا ما الزركونيا يا فندم ما بقاش فيها معدن. طب الفراغات اللي بتبقى مفيش ماده كلها الفراغات اللي ما بين ايه يا فندم؟ التركيبات. التركيبات؟ لا الفراغات اللي ما بين التركيبات يا فندم لا، لكن ينفع يشيل الطربوش ده ويظبط يعني يظبط عشان يقدر ان هو يقفل الفراغات يقفل الفراغات او يعمل لك واحده جديده، ده قصه ثانيه، لكن انها ان ماده نحطها عشان نقفل الفراغات ما بين الطرابيش الزركونيا بتبقى صعبه يعني. شكرا يا استاذ اتصالك يا استاذ اشرف.
دكتور هو يمكن قلقان فعلا ان في فراغات ساعات بتبقى بين التركيبات مع طبعا بني. مع الوقت صحيح. يعني لا وساعات مثلا بنعمل مثلا تركيبات زركونيا جنب بعضها ويبقى في واحد الفني وهو بيشتغل ما قفلش الكونتاكتس كويس او التصاقات الاسنان مع بعضها كويس فبيبقى في فراغات الاكل بيتحوش بتعمل مشكله للعيان فبنضطر ان احنا لو طبعا مش لازقين لزق نهائي بنشيل الطربوش ده ونرجعه المعمل تاني يظبط لنا الـ 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 العلاقه ما بين الطربوش وبعضها او بنضطر نشيلها خالص ونعمل سكان من جديد ونخلي المعمل يعمل لنا واحد جديد بالمقاسات المظبوطه عشان ما يبقاش فيه فراغات. دكتور نرجع تاني للتركيبات والحاجات بقى الحديثه. دكتور كلمنا عن الحاجات الحديثه الفينيرز والحاجات من دي وفي تركيبات بتبقى ثابته يا دكتور بيتعمل ليها برد للسنان وبيتعمل تركيبات وساعات مع الوقت طبعا احنا ما شفناش بقى المخاطر او ما شفناش المشاكل اللي بيحصل بعد كده بس ساعات مثلا يعني نقدر نقول مريض السكر يا دكتور احنا عارفين مع الوقت مريض السكر حتى لو عامل تركيبه دايمه او عامل اي حاجه بيبقى للاسف ساعات بيبقى فيه اللثه بتتاثر وده شيء طبيعي مع مرور الوقت يعني ده تاثيره ايه يا دكتور ومفروض نعالجها ازاي وتنصحنا بايه؟ بصي يا فندم بالنسبه لمريض السكر بس عشان الناس ما تقلقش ناس كتير قوي جدا جدا عندها السكر طبعا ده بقى مرض العصر اساسا بالظبط طالما المريض بيتابع مع الدكتور بتاعه وبياخد العلاج بتاعه مظبوط او عامل كنترول كويس للسكر بتاعه فهو انسان طبيعي جدا تمام في العموم اللثه بتاعتنا مع السن طبيعي بتنكمش شويه لكن احنا بنحاول نقلل الريت ده او المعدل ده بان احنا بننظف سننا كويس جدا ان احنا دايما بنعمل مضمضه ميه دافيه بملح بنعمل ريفريشمنت حاجات من هذا القبيل. السؤال كان بتاع حضرتك على لو حصل تاثير يا دكتور او حصل تركيبات اللي هي دايما دي للسكر نعمل السكر ايه؟ السكر يعمل مشاكل اكتر لو ما نظفناش كويس ما نظفناش سننا كويس نظفنا كويس والمريض متابع السكر بتاعه كويس فهو انسان طبيعي وما بيحصلوش اي مشاكل خالص. لكن ما بينظفش مع وجود السكر كمان وفي اهمال فيه دي بتبقى المصيبه اللي خلاني اسال السؤال دي يا دكتور التركيبات الدايمه والكلام ده كله بتعمل لها تمويت للعصب والكلام ده فاولادي الحته دي ما بتبقاش مع الوقت يا فندم بالنسبه للتركيبات احنا بنضطر نعمل الطرابيش دي لما نكون مموتين العصب بالظبط اما عشان نموت العصب عشان نعمل له تركيبه ده كلام مش صح خالص مفيش حاجه اسمها كده لان الناس بتحب تعمل طرابيش على اسنانها كلها انا ما اعرفش ليه برضه مفيش احسن طبعا من السنان الطبيعيه وعشان مفيش احسن من السنان الطبيعيه في ناس مقتنعه انه عشان يعمل طرابيش لازم يعمل علاج جذور ايوه طبعا لا علاج الجذور في الاسنان يا جماعه بيعمل مشاكل كبيره جدا اذا ما كنتش مضطر ان انا اعمله طبعا لا لانه بيضعف الضرس وبيقلل عمره فما لو انا حتى ايفن عايز اعمل فينير او اعمل حتى طربوش برضو اعمله في سن حيه ما زالت ما موتش لا 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 خالص يا فندم الا اذا كان العصب ده بقى اتاثر وحصل فيه التهابات مضطر ان انا اعمل علاج جذور يبقى في الحاله دي لازم اعمل علاج الجذور بتاعي وبعدين بعد كده بنعمل الطربوش حمايه للضرس لانه بيبقى اصبح هش او بريتل ممكن يتكسر مع الاكل اصل انت عارف يا دكتور الموضه دلوقتي بالذات ان جيل الشباب او جيل يعني مش نقدر نقول شباب كبار شويه في السن مع التدخين مع السن الكلام ده كله لون السنان بيتغير في يجي يقول لك لا طب انا بقى اعمل سنين كلها مره واحده مع انها مكلفه وغاليه احنا بنتكلم على ده بس يقول لك لا عشان اخلص عشان ما احسش ولا بالام واكبر دماغي لكن دي مخاطرها ايه فيما بعد ولا لا دي ملهاش مخاطر بص يا فندم انا مش عايز اقول انه بلاش نعمل الفينيرز دي خالص لكن طالما واحد سنانه طبيعية وسليمة بس مجرد ان هو عايز يغير لونها فانا ده ما بنصحوش في الحقيقة اي تركيبات على الاسنان بتبقى محتاجة كير اكتر عشان يقدر ينظفها كويس طبعا وبصراحة مشكلة يعني مش عملية سهلة بالشكل ده لكن لما بنبقى مضطرين لا زي ما قلت لحضرتك واحد عنده سنته شكلها مش حلو يعني عامله زي المسمار كده مثلا واحد عامل حشوات في اسنانه الاماميه كلها وكل شويه الحشوه بتوعى وكل شويه مش عارف ايه بقى شكلهم مش حلو عشان الحشوات اللي هي لون الاسنان دي احيانا لونها بيتغير الحاجات دي كلها انا ما عنديش مشكله ابدا ان احنا نعمل له اللي هي الفينيرز
تختلف يا دكتور اماكن التركيبات والكلام ده، انها اماميه او في الجنب او كده بتختلف؟ اكيد. ليه بقى تختلف بقى في ايه يا ترى؟ تاثيرها على العظم نفسه بتاع الفكين ولا لا؟ هي بتختلف عشان الشكل، يعني السنين الاماميه انا محتاج شكلها يبقى جميل. ايوه اكيد. واخد بال حضرتك؟ يبقى بدور على الجمال مش على القوه. لكن صح. الدروس اللي ورا لا، عايزها قويه عشان تقدر ان انا اكل بيها. السنين الاماميه انا نستخدم حاجه اسمها الايماكس، دي شكلها حلو، و يعني انا مش محتاج قوه جامده قوي في المنطقه اللي قدام. لكن الدروس اللي ورا ممكن نستخدم الطرابيش الزركونيوم لانها قويه وانا محتاجها في الدروس اللي ورا. نصائح عامه كده يا دكتور سريعا، اهم حاجه ننظف سنانا. بس انا زي ما قلت في الاول، هي ان الاكل يتحوش حوالين الاسنان هو سبب المشاكل كلها. تمام. يبقى التنظيف كويس جدا جدا بالفرشه، بنغسل بيها الثلاث اسطح. احنا عندنا الدروس والاسنان ليها خمس اسطح، السطح الخارجي واللي بناكل عليه والسطح الداخلي، دول بنقدر نغسلهم بالفرشه. لكن ما بين الاسنان وبعضها لازم نستخدم الخيط الطبي عشان نقدر ننظف اي اكل بيتحوش منه.